خالدين انا غادي نطرح الاسباب السياسيه اللي كتعلمت بها في الجامعه. القضيه ابن عيسى قضيه اكبر من المحاكمه ديال شخص سميتو حامد الدين، ولكن مع ذلك اليوم انا باغي نذكر حامد الدين. لماذا؟ لان حامد الدين توجه بندوه صحفيه الى الراي العام، واعتبر بان القضيه ديال المحاكمه قضيه خاصه بالمحامين والقضاه وخاصه بقضيه العداله في المغرب، ولكن سمح لنفسه بان يبرئ نفسه امام الراي العام. لذلك انا بالنسبه لي يهمني انه توجه للراي العام، ويهمني ان اعلق على بعض ما جاء في كلمته وفي ندوته الصحفيه. كان دائما حامد الدين في الكلمه ديالو كان كيردد واحد العباره مهمه جدا، كان كيقول ابن عيسى الله يرحمه، واكد في الحوار انا اقول الله يرحمه لانني كان بالامكان نكون بلاصتو في هذيك الاحداث. فهاد المساله بالنسبه لي انا بالرغم من انه لحدود الان عندي قرائن وعندي شهادات، ولكن الحديث ديالو يشككني بانه حاضر بشكل من الاشكال، وبانه يتحمل قدر من المسؤوليه في هذا في الاغتيال ديال شهيد بن عيسى. لان شي واحد اللي غيقول سمع، واحد غيقول بانه انا كان ممكن نكون بلاصتو، كان خصو يعرف واحد القضيه. اللي كانوا كيموتوا في الجامعه انذاك، واللي كانوا متابعين باسماء القوائم هما الطلبه القاعديين، والاغتيال ما كانش كيصيب الطلبه القاعديين وفقط، بل كانوا كيشدوا الجماعات الاسلاميه واللي كانوا مسلوحين، كانوا كيشدوا ناس متعاطفين مع القاعديين، كيعطيوهم جوج طرشات ويخلعوهم ويوالو، لكن كانوا مسؤولين ديال القاعديين ومسؤولين على اختيار سياسي واضح، كانوا كيتشدوا وكيتنكل بهم وكيتغتالوا. وللاشاره الاغتيال السياسي في الجامعه ما بان شيء مع حتى شي طرف الا الجماعات الاسلاميه تاريخيا، يكونوا قبلوها ولا ما قبلوهاش، الاغتيال السياسي في الجامعه تاريخيا، اقول تاريخيا، حصل بدخول الجماعات الاسلاميه للجامعه. يعني لم ترى اي امكانيه للدخول للجامعه الا بالقتل والتنكيل. وهذا ماشي كان اعتباطي، لان كان ممكن تكون مناوشات، وانا كنرد الان على الناس اللي كيقولوا مشاجرات بين القاعديين والاسلاميين في الجامعه وفي الجرائد ديالهم، كانوا كيقولوا هذا الكلام. في ذلك الوقت كان عبد السلام ياسين داير كاسيطه، وكانت عندنا حنايا القاعديين في الجامعه، وكان كيقول للطلبه ديال العدل والاحسان اضربوهم للراس للراس للراس، في كلمه ديال المرشد عبد السلام ياسين ديال الجماعه ديال العدل والاحسان. وفي الاستقبال ديالو ديال المعتقلين اللي اعتقلوهم على خلفيه الاحداث، قال لهم لقد عاركتموهم في الجامعه غيره على دينكم، لقد دنسوا المصحف ودنسوا القران ودنسوا المساجد. بمعنى كان تحريض صريح بكلمات مكتوبه، ما يقولوا لنا مشاجرات. مشاجرات انا كان ممكن نفهمها، انا كنت في الجامعه وفعلا ما حتى شي واحد ما يمكن يكونترولي مشاجرات من هنا وهناك، لكن نحن نتحدث عن فكر وجد لنفسه اليات لتطبيق هذا الفكر داخل الجامعه ومصرح به ومتبنى. هذا هو الذي نقصده بالاغتيال ديال شهيد بن عيسى. ما كنقصدوش حنايا شي واحد عنده اعتقادات خاصه، ولا كنقصدوا هجمه ممنهجه وبدات رسميا من 91 25 اكتوبر وامتدت طيله السنوات ديال التسعينات، وبشكل يعني منظم ومسلح وبرياضيين. انا كنقول الناس كيمارسوا الرياضه من خارج الجامعه، كانوا كيعرفوا حنا هذه قضيه ابن عيسى، قضيه هذا الاغتيال اللي سلطت عليه الدوله. انا كنقول الدوله فين كانت فاش كان عبد السلام ياسين كيقول اعطيهم للريوس؟ واش كنا في فوضى؟ فين كانت الدوله فاش كان عبد السلام ياسين كيخرج خطاب رسمي استقبال المعتقلين كيقول لهم عارفوهم لقد دنسوا، كيقول لهم ذلك الماركسي الاخير البريء من تهمه الاسلام، البريء من تهمه التدين والاسلام. هذا كلام ديال عبد السلام ياسين، فيه تكفير وفيه تحريض على القتل ممنهج، لأن هذا الذي نحاكمه. ونحاكم كذلك صمت دوله تعرف ان هذا الشيء كيتقرا وكيخرج قدامها وصامت عليه، وكذلك موقف قوى سياسيه كتكتب في الديباجات ديال الافتتاحيات ديالها
عراق وشجار بين القاعديين واليساريين.